هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى السبعين ألف. إن الصوم فإنه لي وأنا أجي به. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائل أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف الريحة هي بتصير من الظهر وراي تطلع له ريحة. ثم الصائل الصائل لما بيصوم تظهر عليه راح رائحة. الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك. مثل الشهيد لما يقتل دمه صورته شكل الدم ولكن ريحته أطيب من المسك. يقول الله تعالى إنما يذر شهوته يخرج شهوته وطعامه وشرابه لأجلي فالصيام لي وأنا أجزي به. طالما أنتم وكلت أموركم علي فأنا مجزي. يعطي بدون عدل. وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يجري لابن آدم مجرى الدم. تمشي في العروق وضيقوا مجاريه بالجوع. لأنه الشيطان إذا كان واحد شبعان الشيطان بدخل فيه بغتاب بنم طلع بحكي بقوم بمشي كل شيء بسوي. إلا الجوعان الجوعان مشغول في نفسه لا عنده استعداد يقوم يمشي ويروح ولا عنده استعداد يطلع ولا عنده استعداد يغتاب ولا عنده استعداد يسمع غيبة. لا مشغول في نفسه. غلب عليه النور الإلهي يعني المعاني غلبت الحسيات. الحسيات إلى طغيان بتطغى. إذا واحد خصوصي أكل كسر بالأكل أكثر خصوص الماء. الماء الشعبي ضرره أكثر من الطعام. حتى النوم يأتي من الشراب. الواحد مهما أكل وما شرب ماء ما بيجي النوم الكثير. بيجي النوم من شرب الماء. ثم كسل شرب الماء تعطي الكسل. بس إذا الكسل دخل الشيطان من الكسل. اللهم إنا أعوذ بك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إنا أعوذ بك من العجز والكسل. الكسل مصيبة كبرى مصيبة عظمى. وعم بيقوم قل له نام هلا فرشة زيتي. وين بدي أقوم هلا وين بدي أقوم يتوضى ماء بارد. يقول لك يا أخي أنت الدنيا هي رأس مالك وهي تجارتك وهي ربحك. بدك تعمل هون تصلي وتصوم حتى يجي الثمرات يوم القيامة والحق يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تكون الجنة بالعمل. فإذا الإنسان لأجل ذلك الإنسان لازم يصاحب الصادقين. الصادقين هن بيعلوا لهمته حتى ولو ما حكوا معه ولو ما عملوا قدامه. لأن الصادقين عبارة عن نور أقوياء أهل معاني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما بيعرفوا الكسل ولا بيعرفوا العجز ولا بيعرفوا الحزن. دائما متوجهين إلى الله مهما كان المسألة كبيرة بس توجهوا لله. واحد مثل الموجة موجة البحر لما الإنسان بقف على الساحل تيجي من بعيد موجة مثل الجبل تقول هلا تيجي تاخذ البلد تصل للساحل ولا فيش شو ترجع لورا على البحر. ودائما هكذا استني أنا قعدت أتفرج في أزمير قاعد فوق ونحن على حرف البحر وشون الموجات صغار وصانيات وكبار وهكذا الهواء بدخل فيها. الموجة الموجة بتكون من الهواء هواء هو النفس مخالفة النفس من هون بيجي. لكن الهواء فوق بالطبقة الفوقانية. السبيح لما بيسبح بغط تحت الموجة لا في وشي ولا في شيء أبدا البتة مهما كان كبير أو صغير. فالوجود العالم الدنيوي من أول نفس لآخر نفس دار ابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني مش مننا نصل مرادنا ما مرادنا. لا
مرادنا تنفيذ اوامر الله. ايش الله امرنا؟ ننفذه. ايش نهانا؟ ننفذه. اما نصل لمراد ما نصل هذا مصيبة عظمى. وهذه الناس غافلين عنها يا بناتي. النقطة عم بحكيها الناس غافلين عنها. مراده يصل لمراده. هاي هاي مراد الله وينه؟ كان في صدر لا. ان على مراد تنفيذ. قال الله تعالى من اراد ان اردناه. اللي بيأتي بمراد الله وصل الحقيقة. الله امرنا نعمل. بدنا نعمل. بدنا نزرع نزرع ونبقى نزرع. والنتيجة ايش هي؟ النتيجة على الله ما عنا. انتم تزرعونه ام نحن زارعون؟ هو بقيت النتيجة. ايش النتيجة؟ نكون نحن نزرع ونتقن ان الله يحب المطعنة عملا. فالنتيجة بيعطينا هي وهو الرضا. الله اكبر. لكن اجمل ولا اكمل ولا اعلى من الرضا. كثير من الاغنياء والزراعين بيجيوا شيء كثير لكن ما راضي. ليش؟ إيه فلان جاره اجى اكثر. الله اكبر. هاي ايش اسمها؟ هي اسمها مصيبة على راسه. هم بناتي هم صفات الشقاوة وصفات الحرمان شلون تظهر على الانسان بدون شعور منه. اجا زرع من اجمل ما يكون لكن جاره اجا زرع اكثر. هذا بقى بتبدل الشكر. الشكر النعمة بتبدل معه تصير كفر النعمة. ليش هيك فلان وانا فلاحتي احسن من فلاحته؟ ذاتي هون المصيبة. لو كان فلاحة واحدة فلاحتي احسن من فلاحته وداري احسن من داره وانا عامل كذا وعامل كذا هو ما هو عامل شو يرجي اكثر؟ مطمن على ربه على الله. والله من اسماء الحق الحق سبحانه وتعالى لا يمكن للانسان ان يصل الى الله الا يصل لمرتبه الحق وهو الاطمئنان هي حكمه الحق. الحق بناتي ما في عنده يهودي ونصراني ومجوسي. الان اليهودي والنصراني والمجوسي والفاسق مو في الدنيا هي هناك يوم الفصل بسألوا ليش فسقت يا عبدي؟ ليش فجرت؟ ليش كفرت؟ ليش عملت؟ لكن هون في الدنيا اسمه رب هو اسمه عبد مهما كان يكون اسمه عبد. والحق اسمه رب والرب هو اوجب على نفسه اوجب على نفسه بده يطعميه بده يسقيه بده يعطيه. لو فرضنا واحد جاهل احمر يوجد يتوجد قال له يا ربي انا مالي بحاجتك لا باكلك ولا شربك ولا قوتك واسحب عني انت وشتم وكفر. الله بضحك بضحك ما بتعمل بحكي هذا. اذا زائر من ابو قرب ما بيصير اسمه رب. بضحك بضحك قل له عبد عمال جيزة جيزة عمال هالكلام هذا عم بكتب عليك المسجلي المسجل عم بتسجل عليك غدا يوم الفصل بجيبك بسألك عنه. قال لا الان اسمي رب وانت اسمك عبد بدي اطعمك وبدي اسقيك نرضيك وما رضيك هي من حيث كنت اسمي رب. قل اعوذ برب الناس. مطلقا الناس كافر مسلم يهودي نصراني مجوسي كل شيء وحده. بيناكم مرة على المجوسي على اليهودي اللي عنده قرية وضبط منه اليهودي الوزير في زمان كان في زمان احد الخلفاء ما اللي في الان. فاجا يطلب يقدم تدعيات يقدم تدعيات ما حد يرد عليه. بعد قالوا له مالك الا البهلول. قال له نحن جماعة الصاحين العاقلين ما صار منه خير بقى البهلول. اجوا على البهلول قالوا له انا الي. قال له اليهودي الي ضيعة واخذها الوزير الفلاني عند ابن عمك الخليفة. قال له ايه طيب بتواجهوني يوم الجمعة العصر. هذا راح البهلول على خطيب الجمعة قال له انت بدك تخطب بعد ما تخطب انا بدي اصير امام في ايه صلاة الجمعة. قال له طيب نفس الخالفون. اجى هذا يوم الجمعة قدم صار امام هون شاهدنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المسلمين. ردوا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب المؤمنين. ردوا رب العالمين. خلاص بعد ما خلص بعت عليه الخليفة والوزير هو بذاته
الوزير اللي اخذ بيع اليهودي موجود، بعت الخليفه جابه، قال له اسمك بهلول؟ قال له اسمي بقى شيء؟ قال له ايش رب المسلمين؟ رب المؤمنين؟ قال له رب داود كمان؟ قال له شلون؟ قال له كان وزيرك هذا بيعرف اليهود انه الرب، شلون بقدر يزبط له ضيعته؟ التفت اللي ساله اجابه ما بس خالصه. امره برد القريه. شاهدنا الحمد لله ربي العالمين ورب المسلمين، رب العالمين الفاسق والفاجر والصالح واليهودي والنصراني والمجوسي، هذول كلهم عبيده، لكن عبيد قسمين، عبد بار وعبد عاق. فالله عم بيقولنا يا بارين ردوني عبيدي العاقين. قلنا له امس واحد قلنا له يا استاذ انت بتقول انه لازم هدول طالما عبيده يحبهم كلهم سوا. قلنا له مثل مثال فيك انت، عندك ولدين، ناديت الولد الاكبر قلت له يا ولدي روح جيب لي قضيته الفلانيه، ولا بقول لك انا خادم عندك بطرقك هذاك الكف وبزعجك وبنحرك وبسبك وبمشي. بالثاني اخ الاصغر بتقول له يا ولدي جيب لي فلان غاب فلاني، بقول لك ايه بابا على راسي اعطيني ابوس ايدك، بوس ايدك بعد بوس اجرك بعد، بقول لك بابا ادعيني تأمشي انا بمشي بدعاك. قلت له ليش ما بتحب هداك مثل هاد؟ قال لا ما بحسن تو هيك الله كمان عم بيعلمنا. واحد عاق فرض عليه الصوم والصلاة والحج والزكاة والصدق والاخلاص والامانة والنزاهة، ولما انفرض اله علتها ترجع نفع اله للعبد من الله. ابا واستكبر غلبته شهوته وغلبوا الشيطان وغلبته الدنيا. تقول ليش ما بتحب هذا المثال؟ قال الى ما ممكن. بقى هارون الرشيد لما قال له لك شلون بتقول رب المسلمين ورب المؤمنين؟ قال لك رب رب اليهود كمان؟ قال لك شلون بتقول؟ قال له اسال وزيرك جنبك، لو كان يعرف وزيرك ان اليهود له الرب كان ما بزبط له. كل شيء وحده بناتي كافر اي حسن المعامله. المعاملة ما لدخل في عقيدة الاعتقاد، الاعتقاد انتم مؤمنين الحق اختاركم اعطاكم، لكن مو بمعنى كنتم مؤمنين. واحد كافر تاكلوا ماله او تسرقوا ماله. كان واحد معنا في الازهر الشيخ هو طيب الان، نحن قاعدين في الدرس، بيجوا هذول انجليز والمان سواحين شو يسمون سياحين يعني سوحوا، يجي رجال والنساء مشكل من كفار، هذا يزال يصلي على النسوان. انا قال له لغض نصرك شيخ احمد، وقال لي هدول حرجية، يقول لك ايش بدنا مثل هدول؟ لغض نصرك الك انت لنفسك لذاتك حتى ما علمك انشغل. بعد يا بناتي راح يوم جينا الحلق اتاني شيعي، هون هو شيخ يسيدي اتاني شيعي. فالعائل الحق لما نهانا عن ننزل للمرأة او المرأة للرجل دعونا من حرام والنتائج، نفس الشخص بلكي بهالنظرة وقال محبة شو بتعبيده بناتي؟ والله ما بوجه بتعبيده بشي، راح قلبه لا بعرف يصلي والصلاة بدها حضور. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يهمه امر يفزع الى الصلاة، يفزع الى الصلاة. هذول العرب بعرفوا لما بيصير عندهم هواء عظيم وعجاج اول ما بيفزعوا على بيت الشعر على العواميد على عمود البيت. ليش؟ لانه العمود اذا وقع بقى البيت كله بقتل ومكسر وطربي، برضه بيفزع على العواميد مش كل عواميد. والصلاه عمود الدين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع الى الصلاه مو الى حج وزكاه وصوم، لا، لان الصلاه عمود الدين. والصلاه الى ميزتين، ميزه اولى كل حركات السكنات عبادات، وقوفا ركوعا سجودا بين سجدتين الجلوس كل عباده. ثم المجيه الثانيه وهو الصله، يعني يدخل على الله بقول العرب نحن داخلين عليك يا الله مش ولا قضيه الحكايه. هذه الرصاصه كان يبلع بقى كل واحد بيجيب بيدخل منها من باب، لا نفزع اليه اذا كنا حاضرين قلبنا في حضور مع الله شاهدين القضايا كلها بيد الله، وإن الله على كل شيء قدير.
وان ربك فعال لميلي، ما في مع حدا يخالف ولا الله بناتي، لا غني ولا ملك ولا انسي ولا جني ولا شيطاني ولا احد البته، انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول لو كن فيكون. ما في حدا يقدر يخالف الله، لا كبير ولا صغير ولا في حدا مع الله، كل المخلوقات الله. فهمتوا بناتي؟ الصلاة لما بيرجعوا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا بلال أرحنا يا بلال، أذن أذن حتى ندخل بالراحة، ندخل السلم عند الله سبحانه وتعالى. إلى إيش؟ إلى الصلة ما بيننا وبين حضر إلهي. هذا مين أنا بعرفه؟ بعرفه اللي كان يصلي قلبه مع الله، اللي مشاهده الحق، الحق سبحانه وتعالى مشاهد العبد في حركاته وفي سكناته. ليه؟ لأن ذاتنا مخلوقة لله، وحركاتنا وسكناتنا مخلوقة لله. نحن عطانا عقل الميز، لما أمرنا ميزنا، والله الأمر هذا كويس منفعنا، أمرنا بالصدق، نهانا عن الكذب. صحيح الصدق منفع الإنسان والكذب بيضر الإنسان، هالعقل أدرك إيش إنا بعلمي، وألا ذاتنا مخلوقة لله وأعمالنا مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. مو انو حاكم انتو على شيء، لا كله والله فضل الله. مثل ما بيناك ذاك المتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا رجل عبد الله 600 عام في جزيرة في جوا البحر، الحق انبع له ماء حلو والبحر ماء مالح، ثم انبت له شجرة رمان كل يوم تشمل له رماني 600 سنة، ما وجع له راسه ولا زعله ولا صابه شيء من الاشياء، ووفقه للعبادة التامة الكاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرنا بيقول يوم القيامة الحق بيقول لما بيقول ادخلوا فلان الجنة وفلان النار، قولوا ادخلوا عبدي الى الجنة برحمتي وفضلي، يقول لا يا ربي بعملي. الدجاجي اللي ما عرف الله ولا عرف نفسه حق بنادي ردوه الي بجي، قل له تعي عبدي العمر انا ما اعطيته 600، انا اعطيته 500. ثم الماء اللي نبعتك هي من جوا البحر، نبعت لك ماء حلو انت بقوتك لا. طيب الثمر شحال تشرب بالسنة مرة؟ انا كل يوم كنت اتمن لك ايه رماني بقوتك لا. طيب عادة الانسان بمرض وجعه راسه وجعك شيء لا. طيب منو اللي وفقك للماء وفقك للوضوء وعطاك قوة وعطاك همة؟ انت كل شيء يقول خذوه الى جهنم، يأخذوه الملائكة وهو بالطريق يقول ردوني الى ربي يدخلوني الجنة بفضله ورحمته. هذول رحمة الملائكة رجعوا الى الله، يقول يا ربي يقول ادخله الجنة برحمتك وفضلك. قال خذوه الى الجنة نعم العبد كافر. شاهدنا انك ايه انبع لك ماء حلو انت في وسط المالح، ايه اثمر لك شجرة كل يوم تثمر، الثمر عادته في السنة مرة، هاي كل يوم تثمر كمل. وثم اعطاك همة، اعطاك قوة، اعطاك شيء هذا الك كله. قل له لا لا، وهي انتم مناتي اياكم، إذا الله من عليكم جابكم للدرس اختاركم كثير، هلا من رفقاتكم بروح على السينما، بروح على التلفزيون، كان ما عندهم فقراء بروح على التلفزيون جابهم، ما تنفقير وغني الله على كل حال. فقراء الآن في بلادنا ما في، نحن والحمد فقراء كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد غير الماء، وتارة لا توجد الماء. هذول فقراء حقيقة مع فقر هذا حتى ثوبهم كان ما يكفي العورة، إذا أعطوهم شيء يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مجاعة يعطوا لغيرهم. إيه أنت جوعان؟ سيدنا أبو هريرة مرة مرارا وقعت معه سيدنا أبو هريرة، كان من أهل الصفة، يوم من الأيام جاع كثير، سأل حاله موقع مشان الناس الطعمين، يجي يسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الحديث أكثر من غيره. الى ان لعله يعطوه تمرايه. يوم من الايام الرسول جاءه شيء من الحليب
اللبن اسمه حليب بالغطل اسمه لبن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا أبو هريرة اسقي الناس. سيدنا أبو هريرة البصر كفه جوعان عدبان دايخ اجعل الناس الحليب قليل والعالم كثيرين بده ما قالوا شيء ما في دم في قلبه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ليس يسأل القوم كلهم. قال له اشرب أبا هر شرب أما اشرب شرب شرب سيرة طيب شرب جوعان شرب 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 حليب حليب هذا بيقوم مقام الطعام بناتي مقام الشراب بأنواعه. لذلك الولد الصغير أمه تنظر حليب الله در له بدل له الماء الحيض الدم الحيض الحليب حتى يعيش لأنه الحليب فيه كل القوات المائية والطعامية. قال له اشرب أبهر. قال له شو يا رسول الله؟ قال له اشرب أبهر شرب مرة ثانية شرب 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 ثم ضلع خلص. قال له اشرب أبهر. قال له يا رسول الله ما فيني. قال له اشرب مشان يكسر عينه وصلت الناس يفهمه انت المطعم هو الله سبحانه وتعالى. لا تخاف انا لو اعلم بده ما يبقى لك حليب ما بعلك لك اسقيهن ثلاث مرات اخر مرة شرب غصب عنه. وهكذا نحن بناتي عندنا زيادة وفي فقير جارنا مهما كان يكون ولو فاسق من طعميه بنسقيه. ايش هو عم بيغني هذا الشيطان؟ هذا عم بيغني يعني مين ما كان هالفاسق هالفاسقة اللي بتطعموها اللي بتسقوها اللي بتكسوها ما تكون ترجع الى الله وهي صحيفتكم هي ولادة ولاد ولادة الى يوم القيامة. هذا هي بدنا تفهمكم جدا. ليه؟ لأن الحق أمركم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تبين الآية إنه المال ما كنا مالكينه نحن مستخلفين حتى حيث مع الله خلفاء بس المال وغير المال والقرى والدور كلها محطوطة عنا أمانة حتى نحن وعطانا نور وعطانا عقل ندرك إن العقل الفلاني جوعانة فلان مرضان بده عملية تلمين على حسبه. وانا عندي طعيه تجي لعند الاخر يسال اختي نعم في هدول الفلان بده يسوي له عمليه وما معه هدول لك تعي كانت حاطط انا وانت والثانيه والثالثه والرابعه. هذا الايمان كان هيك بناتي حتى كانوا البياعين والدكاكين لما بده واحد يشتري صباحا يقول له لا انا استفتحت روح اجاري هي لحقوها في زماننا من عن صغار يروح على جاره قل له انا استفتحت ديت هيرو لاخر واحد كله قل استفتحت ردوا له الاول يقولوا له ابيع انا انت كلهم مستفتحين حتى يبيعون. ثم اذا سالوا عن الغرض اللي ياخذوه في اجمل في اكواد قل له ايه عن فلان رفيقي انا وياه زمان اشترينا ولكن اشترى اكواد واحسن من اللي عندي بضاعته انفع من بضاعتي. روح ما يغشوا ما يعرفوا الغش لذلك مصاتهم قليلة لكن كلها بركة. دليل البركة هو ان عم يضعوها في محلة ياكلوا بطعموا غيرهم. انا بعرف واحد من اخواننا درويش فقير الحال صار يشتغل صار يقول انا لازم اقسم مالي كتقسيم ثلث بصرفه انا وثلث بعطيه للفقراء وثلث بخليه راس مال. هو حكالي من تمه طيب الحمد لله رب العالمين وعلى هذا شأنه وشكله إلى أن صار غني بقسم ماله كتقسيم ثلث بياكله وثلث بفرقه وثلث بخليه راس مال على دائما على الشيء معله بيوت له عمال له دخل. هذا هو الربحان بناتي هذا قيمه بنعرف بنعرف بعد موته قبل موته ما هو معروف لا بعد موته العوائل اللي كان يبعث له هذول الايتام والارامل والحجج الله وما شبه ذلك بفقدوه بعد موته اولاده ما بيعرفوا. البارحه كان عندي واحد حكالي على والده ولربما سمعت من والده انا رحمه الله عليه والده مات من جديد كانه ما معه مصاري جات 300 ليره. قال له ابنه يا ابو اجى العيد اعطينا 300 ليره يعني انا اقصد ان 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 انا اقص
الحريق الحيط او كذا بعدين وبتعدين انتو بحيثين الصراحة اللي بكون قطاع المال ويومر يبقى تكون كده تطلح عندي قطاع المال تبتع فيه وبتوزين ايه فهلاني معدوم لو فرضنا مات فيه لكن فيه تبعك وهذا بتسوي نحن من البركة من جبت البركة الله بطقكم ناكم تحطوه في محله هذا من جبت البركة من جبت البركة الله برد فيكم بجعل في قلبكم رضا قد من اجاكم بتلاقوا نعمة قدرة تحمدوا الله تشكروا انتوا تشكروه بجيبكم قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدن لكم فالمال عبارة عندنا محفوظ أماني المال نحن المال لله بل أنفقوا أعطوا للفقراء للمحتاجين حتى إنكم تعطوا للذنبين لكن مو من طريق الزكاة من طريق الصدقة وأنا مرة من المرات خصوصا رحت أخذت مع إخواني وزرت على محل النصارى فأعطي للفقراء هناك لكن صدقة مو زكاة كان يتعلم ويفهم كثير منهم بهالحب المعاناة مثلي نجيبهم بحب المعاملة وقال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ايش بالسيمة وبالطلب ايش جاء الفقيد جاء بالنجاوز كنت كثير وطلعت كثير وشكرا جيت عدتوا كثير وما عملتوا ما عملتوا بنتائج وبثمراته ايش السبب لك الفقير لا الفقير بيجي تعطيه تعطيه شيء الطعمين او تبسيد الفرد او صوبة او مازور او صحن او ما تبع ذلك هذه الامينة بقى نحن نفهم هو الامناء في الدنيا جلساء الحق في الاخرة اللي بيكون امين هو هذا هو الاهل ان يكون جريس الحق سبحانه وتعالى والحق بيّن بجلسائه قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملأ فأنت بناتي أعطوا كل مين بمقدار وانت في رمضان أجل ما يكون كان تصام في رمضان يعطي ما حدا طلب منه ربه أبدا بشكل من الأشكال وهكذا فصياركم بالزكاة لازم تزكوا بناتي الصوم بالزكاة أعطوا للفقير قد يكون أنت عم تاكل يمكن الفقير فيكم عند شكل الزكاة كل دولة ومحمرة وبرغة وأنا بعرف حاجة كلها بنيت لا عنده لا كبيرية ولا محمرة ولا عنده شيء أعطي الخبزات وكانوا صالحين عطيهم بطاري بناتي ما بتكلفكم بخطاكم ولو فرن اللي ما عنده تعطي فرن واللي عنده تعطي ورقة واللي عنده تعطي عشر ورقات وين الجمال جاء؟ جاء من هنا؟ جاك من هنا؟ اشتروا الجمال ايش الجيد؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريب الدم ضيقوا عليه بايه؟ قال بالجوع الجوع بناتي بتعوض المادة بتصير معنى بتصير لطف ولطافة بتصير هذا المعاني بتصير عندي قلب رقة بس صار في القلب رقة خذ الذكر الجيران خذ الذكر الفقراء خذ الذكر الجوعانين اما اذا كان ياكل جوعانة ما بتتذكر حدا ابدا بل بخسر القلب المادة الحسية بتأثر القلب المعنوية بتكتر في القلب لأجل ذلك الإنسان لو كان مفطر لما بده ياكل
يخلي ما أسوأ من وحده وعشرين لقمة لعب الرص لا يأكل 50 لقمة يأكل 49 لقمة ليش الرصاصة تكون كثرة الأكل شؤم وحقيقة شؤم بناتي كثرة الأكل بالدماغ الماي بتجيب الكسل بتجيب النعم دار بتساوي بكي يتجمع لا سوري صار يتعصر هيا ما يكون دمان على التساؤل من عند الآن في مصر بين عادة البنات لما بده يروحوا للتجيب يتسوقوا لما بده يتسوقوا بنزل برداية يبروحوا اجلس اذا كان واحد بقول قال في واحد منهم عنده استعداد قرب يعني يحط استعداد وخلي باب الدكان مفتوح ويروح جاره غار قال لك يا سيدي في استعداد حطه امين نزل البرداية ويروح قال له لا البرداية بقدر يؤمر في السارق لكن هاد ما حدا بقدر يقضي عليه ابدا قال له بتسمح لي انا اقضي عليه قال له بسمح لك ابدا هذا راح الرجل ترك السعدان وراح هذا جاب كرسي الجار جاب كرسي وحطه قدام الدكان وقعد صار سوا صار سوا السعدان صار سوا صار يعمل هيك السعدان صار يعمل هيك صار يدخل فرقه السعدان دخل اخذ الغنية وطلع ذاك ليل اجا قال له فقد غلطك قال له يا شيخ لا انت ولا الاكبر منك مقدر على هالاسد هذا حدا يقدر يدخل عليه ياخذ مني فيه قال له فقد فقد الغله دخل عوالي ولا ماشي لا غله ولا ابدا ابدا شلون استوعب شو عملت قال له اذا كنت ما عم تقول هذا اسد زغراء ما حدا بقدر يجيب ياخذ منه قالوا جاب عصاي وجاع السعدات وصار التقطير وصار القتل فيه وهداك يطلع ثاني يوم قال له كمان تنزلني قال له ايه اجا ثاني يوم حتى بحكي بعض قال الجواب ويقول هذا كان من وجه عيني فهي عيني حتى الجواب وهكذا التساؤل بعدي بناتي التساؤل من الشيطان واللي بيعمل ايه بتحكي له بغني هذا الشيطان عم بغني يعني عم بضحك عليه اي معناه كيف ما يكون عبارة بس ايك وبتمطمط وبتمطمط هذا كل الشياطين عم تدخل بحكي حشو عم بنحكي فيه حشو وبعمل هيك وبساوي هيك هذا كله كسل كله كسل ليه؟ لأنه كسل من الشيطان الإنسان لما بده يجيب لأن الوارد له علامة الوارد عجب شيطان إلا ملاك كل واحد له علامة إذا كان بعد ما راح الورد الواد وراح الوالد صار عنده نور صار عنده لطافة صار عنده بيضة صار عنده عين هذا كان ملك لا صار عنده كسل صار عنده حرارة صار عنده عجز صار عنده نعاس صار عنده جهل هذا مش شيطان أي صبوة لما بيجيك الوالد انت بتسموه خاطر الوالد اهل الورد يسمى الورد زي الوالد والوالد هو اسمه خاطر لما يجيك الخاطر بروح ما بتعرفوا انتوا عجب هذا الشيطان الا ملك له علامه هذا له علامه وهذا له علامه لازم تفعلوا العلامات علامه الملك يجي فيك لطافه وخفه ونور وعلم الفيك جاهزين بروح هذا منه الشيطان بالعكس مورد خير عوض الهروبي مورد بيأثر جهد عوض الحلم بيعطي الكسل هذا كله علامات وإذا كان إجابه الخاطر والخواطر انزلوا في عقبته إيش أثر ترك؟ إذا كان ظلم في الشيطان ترك نور بكون ملك ترك جهد بكون شيطان ترك علم بكون ملك ترك حلم عالية هذا بيكون ملك ترك لا هي واسع وكسر وكذا حلم ما يشتاق بالعلم هذا بيكون شيطان بقى بالعلم من اثره واثره بيظهر عليك ولا مد منه
لا زال أصلي وتعصي كل نقص ولا نقص واحد. هل نقص واحد ابن الأصل ما تطلب المياه ويرفع في العجز ويرفع في الكسل ويرفع في المعاد، لكن رصاصه والكسل في الأكل شؤم لما تاكل خمسين ما تاكل نقمة فقط، نقمة فقط خمسين إذا نحطيها هذا الشيطان عند القديم والسيدات تفرجيني بدي فرجيك زيدي بعد يوزيد العطس عطس عطس تسوى بي تسوى بي كده تسوى بي زيدي مطلوب أسان بعد ما يأكل ما يسمى إلا بعد ساعة وسبعة ساعتين بعد ساعتين وسبعة إلا ساعة الصفرة بياخد شوية ماء ما عليك، لكن بعد ما يأكل الصفرة لازم ما يدرق الماء أبدا إلا بعد ساعتين وسبعة ولا ما يدرق يأثر عليك. أما إذا شرب بعد ما قام هات رأى يحقن الماء يحقن الماء يحقن الماء يجب سائل بكسل الطبخة يجب بعض الطبخات الطبخة وهي عمال ساعة تشير ما بتكسل الماء تبع تكسل بتكسل أنت لما بتكون الطبخة حارة بتكون بالفنجان في قليل في ماء يجب وهكذا الإنسان. فنحن بعد ساعتين في الدقائق حتى الإنسان يشرب ماء إذا شرب ماء ما بود بيأثر بعد ساعتين في الضعيف أما قبل قبل بيأثر. فالشيطان بيجي بيجي بكلي بتحربي بتحربي كان يلعب لعبته كان يقوم قيامته كان يبطل كان يكيف كان يلعب كان يمرتل كان يستحق أمره عشانه بالضمي عشانه بالضمي إذا ما يتجه بيجي الكسر بيجي النعاس بيجي النعاس بيجي العجل سد بعض البلاغ سد بكان هو المصر كان يقول كل واحد من البلاغة كثرة الأكل شؤم وحقيقة يعطي شؤم مثل شؤم التلفزيون التلفزيون الآن ظهر شؤم عن شؤم هو مسؤول عن أي شؤم آخر أخبرونا هذا هو عن التلفزيون عن الجيران بدي قادم هذا الجيران مرضه هذا الدين بحثه هذا الدين جني على حسبه هذول عم يصير تحارب بهالتعارف عم يصير تحارب هالتحارب عم يعطيه تيجي لما يجي تقول له عم تبتدا عيب ما في حرام لا في عيب ولا في حرام والحق سبحانه وتعالى قال حرام قال عيب خوفا عليه لا يذكر محل الملائكه الشياطين تفعل ما تريد الشيطان عدو والله بجره ان الشيطان لكم عدو فتحدوه عدوه وهكذا بنات الجنة خصوصي في رمضان ما بظهر في رمضان الا تقلب بالاكل كله كل يوم هيلزق نفس كل يوم تقلب نفس ولا تعملوا اشكال الالوان لو عملكم في البيت يمكن شكل واحد يمكن لا تكتب لكم الزفر كثير خصوصا عن الصحون ولا تاكل ذاك الصفر ابدا زيتان زيتونات في مكان نباتي احسن ما في شيء خالي من حيوان حيوان في شوار لكن النبات ناتي تاكلوا عن الصحون لا تكلتوا كثير مثل العشاء لا مقيمات تقوم يصل بس يجي بالنهار كل يوم مبسوطات مسورات فوركم الى نتيجة الى ثمرة اعطاكم نور اعطاكم شيء من اللطف واللطافة أعطاكم شيء من المحبة من المؤمنين أعطاكم هكذا وهيك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يجري لابن آدم مجرى الدم فبيجي مجاريع بالجوع ولذلك قال لعائشة رضي الله عنها قال لعائشة رضي الله عنها جاوني قرع باب الجنة جاوليه قرع باب الجنة عم قل الله صلى الله عليه وسلم بسيطة عيشة جاوليه قرع باب الجنة قال بماذا يا رسول الله قال بالجوع الجوع والجوع كثير كثير لأن في بعض الناس ما شاء الله بنعرف زمان دخلوا بالإيش بالقلب قال دخلوا بالقلب واحد ياكل الاكل اللي فيه ثلاثة وياكل كعكة فخامة بعد ما يمشي الخلوة من الإمامة في المكتب الحي لا في التدريس
سمك اكل الانسان كده بنقصني حتى يعني خلينا نقصين الصغير تمرد ورد بيدي الصبح لان ذلك اهل الرياضات لما بعمل الرياضات اللي بحب يسير الى الله سبحانه وتعالى ما طلب منه العمل كثير في البيت مثلا بياكل البيتين البيتين بيساويهم اربع رغيف نصف نصف غير مقبوس مثل مقبل كده ما اصعب من نصف البيت شهر بتم عدد رغيف نصف كم شهر بياكل رغيف نصف شهر تنقيت الشهر بقى عليه بعد النصف غير سوي اثنين ربع ربع ربعين ربع بقى ثلاثين وتلاقي الثالثة رغيف ربع نقصه مش كم شهر بعد ما بقعد عليه شهر رغيف ربع راح اربعة اشهر نقص ست اربع رغيف ربع رغيف نقصه كمان الثلاثين ربع على الثلاثين وثلاثين نقصه على الثلاثين بقوا ربع رغيف صار ست اشهر نقص رغيف من رغيفين هذا ما بأثر عليه لا وجع ولا ضعف ولا ابدا بقعه على ما هو عليه طعام الواحد يكفي اثنين ابن مرة يسألوني مترينين انه صحيح الاثنين طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة والاربعة الثمانية الى اخرين ابن مترين واحد قال له قال له اثنين قالوا جوع شبعانين بس قال له اثنين قالوا جوعانين ويسألوني اذا سألت مخصصين الرسول صلى الله عليه وسلم لا جوعانين ولا جبعانين قلت له يكفي يعني هالطبيعة هذه إذا واحد كان أكل واحد وكان اثنين الطبيعة ما تنحل يعني ما تضعف يعني ما تموت يعني ما تكون شيء الله يبقى سجاراتهم خطين وهكذا بناتي طب إذا راضي تنقص على البيت تنقص الإنسان مو على كان عم بحكي عم بحكي بالثالث ثالث إلى الله لما نقوم لنا أعمال كثيرة سابقة الرغيف كما ترجع بسوي أربع أصاب ثلاث أربع أصاب والرغيف يسوي الربع سوي كثير لما كثير لو كثير بقى شهرين سوي أصبع الرغيف ثم بعد بعد ثلاث أربع ثم عند ثلاث أربع الرغيف الربع الرغيف كما مؤسس الكثير ثم عنده ثلاث أربع الكثير نؤمن كثير أبناء أصبع الرغيف وقع الشهر كمان يتم على المصريف كما عزل المصريف كان الرئيسين بعد المصريف أصلا اثنين ربعين يعني الربع بعد الثلاثين نقص الثلاثين يوم وقع الثلاثين مع هالحالة صار ثلاثة شهور كما عزل المصريف حرب الرئيس كمان كان الرئيسي بمشي سايق أمين مؤثر فوق مؤمن بعد المؤمن كل يومين بيأكل مؤمن بعد كل أربعة سنين بيت المؤمن بعد كل سنين بعد كل أربعين بعد كل خمسين وعليه سيدنا سهل السيستري رضي الله تعالى عنه كان هذا منهم يوم من الأيام دق الباب اجعل صومعة من صومعات النصارى اللي يتعبدون الله دق الباب طلع النصراني الجبريل هذا عم يتعبد جوا قال له بني تخيل لعندك قال له الثاني قال له اتعبد الله معه قال له ايش دينك قال له مسلم قال له صح صح قال له ليه قال له نبي يكون اكثر كثير ما بقول لكن المسيح بقي خمسين يوم بقول معه قال له ايش انتوا عندكم عادل اذا كان واحد بقي بدون طعام اكثر بدون الاقوى قال له معلوم ما بقول على بشر لا المسيح انا استحلي الصومعة ودخلني لعندك وقعدني خمسين يوم اللي بقيت خمسين يوم تدخل في ديني او نعم وقال له انا زمان بقيت خمسين يوم بدخل في دينك دخل وقعد خمسين يوم لا طعام ولا شراب وقال له عشر ايام مشان حاضرك صار خمسين يوم اسود لكن ذلك كان كله بالتدريج زي الانسان كله بالتدريج كان في الثلاثين في الأربعين في الخمسين يوم بياكل أكثر هو بحد ذاته كان مصروفه السنوي جاهز يعني هو يطعم فرنج مثلا هذا مصروفه السنوي في الشهر في الثلاثين أربعين خمسين يأكله أيضا جاهز وعارف ليش العيش في الطعام
طعام؟ هذا اللي قلتلكم عليه الحج عام الماضي. كيف اسمه هذا؟ شهر مبارك، شهر رمضان، صار 15 سنة. أنا صار أكثر 15 سنة ما أكل، لا أكل ولا شرب. ماما ما بيعرفش الصح، ماما ممكن يعني إذا كان عم يحكي تاخذ أي لحظة بس لحظات. أنا قعد عندي في رمضان صار المغرب بدنا نتعشى، حطينا الصبح وهذا الكلام اللي انا ما عم بيني زهقت. بدي اقول تفضل بعد الزكاه ما بياكل. حبسوه 15 يوم محافظ الزيت اظن بيقوض عند لا طعام ولا شراب. وبناتي عند الدوره حكوا لي في جوان ناس غراب طلع على قاط كم قاط ثالث قاط ثاني قاط ما بعرف كانت تفوز الزيت محطوط. قوي قوي ليش؟ القوي بده القوة، إن القوة اللي عند الله. هلا إذا راد الله يقيد القدرة من الطعام إذا تجيبهم القضية ما يقضي الطعام إن شاء الله. كل أسباب ظاهرة مشان يبين البرهن نحن عبيد نحن بحاجة حتى نستبق. وقال له والله من الأسباب غير مترجم مريم خلق السبب، هو اللي خلق السبب. السبب أنا شفت واحد كان عندنا في زمانه أجير ذاك يأكل يأكل أكل ما يشبع أبدا. أنا شفت بعيني مو واحد عكاني إذا حطينا صحن يأكل، إذا حطينا سكرات، إذا حطينا سنجرة كلها كده ما يشبع. يأكل حتى المصارين بعد بعض البعض ما يشبع ما يشبع أبدا أبدا. الشبع عائد لأله ما هو عائد لعبد الله، ما هو عائد الأكل. لو كان الأكل لكن كان فيها كان تشتركون 50-60 يوم تأكل الأكل صغيرة إذن تسألها. لا، القوة لله، قوة الدم، قوة الأعصاب، قوة العقل، كل العضو حدا إلى فيه هذه حدا فيه. لكن هذا السبب خلق السماوات لستة أيام هي الأرض. ليش؟ يقول لك يا كوكو لا أسباب تيعلمك. نحن ناس الصغار من بالإيمة الصغير، إيمة الصغير تنور يعني تنور، إيمة تؤمر بالستة بالسبعة، إيمة الصدرات بالعشرة. إيه مدرة بنلاقي الولد حاضر محضر أدير مؤدب وهكذا حتى يكون المجتمع نظيف طاهر. قال الله تعالى فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ايه بس تكون اذا نفذنا اوامر الله. امان بناتي فروا هذا الدين مدوا كتر الصوم وكتر الصلاة لا ابدا. كتير ناس يصوموا كتير ويصلوا كتير وبغتاز وذنب عجيب عجيب. وين هيتعمل شهيد وين كان الحدث؟ هل ايه الصوم والصلاة والعبادات؟ ايه ما لطفتها؟ ما عرفتها؟ ما فهمتها في الوقت آمن؟ الحق سبحانه وتعالى هو اللي امرنا كيف لا نأتمر بامره والنفع يعود علينا الا من الله انه ظلوه عن العالمين. قال يا عائشة داوي قرع باب الجنة. قالت ماذا يا رسول الله؟ قال بالجوع. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. أهل الله عندهم عين البصيرة بالشمس اللي ما بنشوفه نحن شوفوا. ليه؟ لأن الشياطين انصرفوا. الشياطين هم اللي بحجبوا بيننا وبين المعاني، بيننا وبين ملكوت السماوات. فالجوع هذا سبب من الاسباب. الجوع المركوز على مين؟ الجوع هو بعيد هذا بصير مثل الكلب ما بصير مثل ابن قلبك. لا، الجوع المبني على مين؟ الله امرنا نضيق مجاري الشيطان بالجوع. ثم الجوع مو جوع كثير لا تنسى قوة أمر الزعم الأول في الطموح
لأنه مفاهيمكم بالمعاكيب ما شاء الله وكان لقمة واحدة بتنقص لطعامكم. هل لقمة هاي السيارات بالشوف الخير العظيم ما تعمل حد الصوت الصوت مورد لا تأخذ هذا الأمر بعد ما تكعب تأكل حلويات إجراتي هذا وين بتحطيه وين بتتنزيه وين بتعمليه عن الحلو الخليط من كي يأخذ عن بعض الناس والماء أرسل صحاب الكوردين يقولوا بيه المعفض هدول دليل على الجهل نحن نمتلك مع الأمر بهلاك أضيوا على الجنوب على الشيطان لأن الشياطين هم يحلوا بيننا وبين الملكوت العالم كتقتل ملك وملكوت الجبروت الملك اللي نشوفه بعينينا عالم الحس عالم المادة الملكوت نشوفه بعينين قلبنا الجبروت نشوفه بعين الروح بعصب وهو كذلك فإذا طريقه الجوع موضوع السلف ورب العيدة لم تفهموا كم ربوا شوفوا كل شيء لا نقل الوحدة بتنقص من طعام كل يوم الوحدة وضروري ما تاكل كثير هيك في رمضان يعني اشكال شكل واحد بناتي اشكال بتضر المعدة حتى بتمرض حتى بتمرضها والصيام له مبني على حكم بالغ بناتي الانسان جسمه بكتب اكل وبكتب كذا في عفونات هالعفونات ما طالع على بره ما بخرجها الى الجوع ولكن الجوع كثير يوم فوق بعضه كم شهر كامل يومين خمسه ما بيعفو ما بيقدر بدك تصومي مثل نقول صار شهر رمضان بتصومي هالشهر رمضان ما في هالعفونات كلها طلعت واحد وأن بقى القوة السمن مو هذا القوة القوة غلاف السمن وخلاف الشحم هذول مدرات الإنسان حتى مدرات لفهمه حتى من تراجع على القرآن ما بفهم القرآن ليه؟ لأنه في عقولات محدود والعقولات مين حول الحوام الشياطين يحولون حول القلب حتى يحجبوه عن عالم الملكوت عن ملكوت السماء فالجوع اللي هو اللقمة الوحدة لا الجوع الثاني نقص لقمة الوحدة من طعامكم وأن حل محل اللقمة شيء من المعنى وهو النور الإلهي به تدركون وإلا إذا أكلتم الأربعين لقمة وأكلت لقمة زيادة هناك في شؤم كما قال صلى الله عليه كسرة الأكل شؤم وهاللقمة الوحدة اسمها شؤم بالدمي والمي مي بتحمل المي مي بعد أصحاب المعد الكسل وما تبع ذلك لا لازم باكم بناتي يا شهر رمضان لا تكسر الألوان لون واحد وعند الصحون لا تاكل زفر كل شيء عادي مقيمات ممكن كمان لا بروح معنى الصيام شهر رمضان شهر الرحمة شهر الرضا شهر المعرفة بروح منه إذا كنت فيه ما تقدر تدركه الإدراكات عند الجوع القليل مو جوع كثير من هو يقول قال لعائشة داومي قرع بني الجنة قالت لماذا يا رسول الله قال بالجوع إذا جعت جوع بسيط ومكفي وأنتم أهم شيء عندكم على الجوع عم تعملوا برمضان أنتم إيه شهر في اليوم الصار ما تاكلوا مآكل رمضان هي الكبة ليلة محمرة ضروري والحلو هي في هذا ضروري ولو فقير لك إيه هذا الرجل أصلي ورجل في على نهار أوضاع ما كم هذا انتم مين هذا انتم جيدة
قال عليه الصلاة والسلام لي لو أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. ملكوت نحن الموجود عنا المعالم الموجود السمع والبصر وعالم الروح وعالم اللطف واللطافة وعالم الوهم والخيل والحاسة وما شبه ذلك. هذول كمان مسكينات بدهم يأدوا وظيفتهم. أما إذا كان واحد آكل كثير بدون كسل بدون شياطين بحوموا حوله ما بعودوا بأدوا الوظيفة ما بعودوا بهم شيء ما بدركوا شيء. والمفروض فينا أن يكون طعامنا ما يكون كثير ولا يكون هيك فيه في ناس بيأكل لحم كاسة اللحم بتقصف قلب. إذا واحد أكل 40 يوم لحمة كل يوم قلبه بقصف وإذا ترك اللحم 40 يوم أخلاقه بتصير بقى كل كم يوم يأكل أكل لحم ما عليه شيء كل 10 كل 5 كل 8 كل 15 إذا أكل لحم 40 يوم بعد القلب بقصف. بقى إذا كان قلبكم قصي همه من أكل الزمن أكل اللحم وإذا تركت اللحم 40 يوم بتصير أخلاق لا كل 10 كل أكثر كل 1000 كله كل أكل لحم لكن الذهن لا تكفي كله من الأحمر من الهبط ما عليه شيء الشرحة ما عليه شيء ما بالضبط لكن مو كل يوم لا القلب كمان مسكين بده له وظيفة بده يفقه لهم قلوب الكفرة لا يفقهون بها ولا هم أعين لا يبصرون بها ولا هم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام الدواب بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ليش أضل؟ لأن الحيوان ما هو مكلف لكن نحن مكلفين. الحيوان يشيله شوال الحنطة ما بيمشي بضله بالعصاية بيمشي غصب عنه نحن مو عصايته بالعصاية لا بالأمر الإلهي والنهي الإلهي هذا عصاية المكلفين. فالحيوان ما هو مكلف لكن انتم مكلفين بكل شيء فانتوا بنازل بنازل دائما طالبين اكل مو جوع كثير جوع كثير بدوركم نقص من طعامكم لقمه وفي رمضان لا تعملوا اشكال والوان محمره وفي الدنيا وحلوه ايش المعده ايش الوقت خربط المعده ممكن تتعطل تمرض ونحن شهر رمضان كله مشان يصحح الجسم لكان هالعفونات اللي جرت في الإنسان في أثناء السنة في هالشهد كنت ترد العفونات مبقر جسم قوي والجسد كان أرض بحقوق عليه. ثم هناك المدارك المعنوية كمان بتقوم بحقوقها لكن إذا طعميتي غذيت الجسم كثير بتسري بدك شراب بدك نوم بدك تساؤل بدك تتعطل الآلات المعنوية اللي هي تعتبر والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عينيك ما الله خلق أنت تطلع في الرجال أو الرجال يطلع في النساء. العينين خلقوا للعبرة تنظر في السماء خلق السماوات بغير عمد ترونها العظمة السماء الكبيرة الطويلة العريضة ما العمل ما العمل فكيف خالقها؟ فإذا كان المخلوق عظيم فكيف الخالق؟ الخالق طبعا بيكون أعظم. وهكذا خذ بالشمس الشمس اللي قد الأرض وكذا وكذا من المرات الكثيرة إيه؟ عم بتدور من 24 ساعة دور. ليه؟ عم بتغذي الإنسان والحيوان والنبات حتى الجماد. القمر عم بدور الدور. القمر شغلته وظيفته غير الشمس. الشمس بتسري
القمر صباغ صباغ الالوان اللي بيعطي البياض والسواد والبرجال والفرنجي والفليفله والحمار يعطي القمر القمر اسمه صباغ هذا وظيفته للايش؟ للصباغه للحسبان عشان بحسب فيه عشان الصيام ومشان ومشان الى اخره فاذا عمالوز يعتبر ما هذا الاله العظيم لان يعني الله بعينين انتصر ما بتشوفوه بتشوفوه بعينين بصيره فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي بالصدور ليس القدر ما بتشاف عين البصر لو كان بتشاف عين البصر كان شافوها البحاره شافوها الجماله اهل السفن البحر كان كل شافوها لا الشاب بعين البصيرة والدليل واحد يكون بين الشتاء وفي بيته ومسكر باب البيت وهل ما بتدعين مش هديت القدر الوجود كله ساجد كبير وطيب كله عم صبح وكله عم صلي كله قد علم صلاته وتسبيحه وأم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن يا محبوبين لا تفقهون تسبيحهم ذرات الوجود كلها على صلاة ولا تسبيح مش حكاياتهم لكن تسبيح ذاتي من اسم مو من اسم الظاهر اسم الباطن مين بيجيبك عين الباطن عين البصيرة ما اعتبر عين البصر لأن عين البصر ما بتدرك المعاني حتى لجاها عين البصيرة بالبصيرة بالمعاني والجسم بالجسم وهكذا فبتنعكس عين البصيرة على عين البصر بشهد الأمور بشكل من الإنسان المشافة بعين البصر لا الرؤية بعين البصيرة انعكست يكون واحد بينك بين الناس وأن الرسول العظيم يكون جالس بشهد بعين البصيرة أو ولي أولياء الله يكون جالس بشهد بعين البصيرة أو إخواننا الجن بيجي أوقات على الدروس على السكور على كذا ايه اللي عنده عين بصيرة بيدرس بيشعر بيشوفه مثل ما هم بيشوفونا اهل العين البصيرة بيشوفوا اما عين البصر الشحمية المادية لا اي بتشوف المادي المادة بتشوف المادي والمعنى بتشوف المعنى قال صلى الله عليه وسلم على المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر من نفس المؤمن الصادق اتقي النعيم بنظر بشوف وحدة دخلت من الباب من بعيد شوف ايش في قلبه ايش في جواته ايش في حركاته بايش بنور الله اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله وبنور بصره بنور بصره ما بتشوف ولا بتشوف ولا بتدرك بل بمشي عليه كل قضية المؤمن اذا واحدة قالت لي انا صديقك انا بحبك بتشوفه بعين بصيرة كذابة يا حي حي تحت السمن حتى إذا اتقيته الله وصدقته بتنظر الصفات في الإنسان مجسمة مثله من أخره مثلا داخل اللي عندك في دي بالذات بإيديكي باسم صديقة بتشوفي بصورة حية لا جاي في إيديكي علنا بتشوفي بصورة عقرب صورة بعينيكي بتشوفيها تجي صورة حية او خنزير اجيب من انت او شيطان او سعدان او حمار او كاس او الصفة الموجودة فيها تظهر لك بصورة تتجسد بتجي يوم عيني اعمالنا المعنوية كلها بتتجسد يوم عيني كلها بتتجسد وتظهر عالم انتوا بناتي الدين الاسلامي امر عظيم لكن بده التخلق والتطبيق دين الاسلامي حرم الغيبة حرم النميمة حرم المحرمات ليش ما عم تحرمي انت؟ حيواني انت لا انساني انت الك رب خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق هذا الانسان اربع منابع بين 10 سنتيمتر الاذن والعين والانف والفم هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة كل واحد له نبعة خصوصي غير الثاني ولا ما بتتجاوز هي على هي ولا هي على
الابن نبعته مرة، العين نبعته مالحة، الام نبعته حامضة، تحت اللسان نبعته حلوة. تحت اللسان لو كان نبعته حامضة او مرة او مالحة طعام بيتاكلش من مرة. حامضة شو محامض؟ مالح بشو مالح؟ ثم من عدا النبعة بناتي، النبعة اللي تحت اللسان من عدا كون حلوة. اذا كنت خبز يابس وما كان في نبعة ليه بتوزر لك اليوم؟ ما بتقتنعي شو بتسوي لك؟ عن نبعة حط الله تحت اللسان نبعة حلوة مشان اللعمة، ليه بتسألك اللعمة؟ تيجي بتكسر شو بتعجل؟ بتكسر بتعجل الى ان تدخل سائغة لجوا. هي سهل على مين؟ على المعدة، طبخة على المعدة. اما لو كان ما في نبعة ماء تحت اللسان كيف بدك تاكل خبز اليابس؟ ايش بده يلازمه؟ ايش بده يزيره؟ ايش بده ينزله؟ لا يمكن ابدا. ثم بعد هالطعام جوا في ملائكه، ناس بتسحب، ناس بتسمع، ناس بتمسك الفاتحه.